نانسي عجرم للمرة الأولى في بغداد لإحياء الليلة الأولى من مهرجان عيدنا بغدادي الذي ينطلق السبت ويستمر 3 أيام بمشاركة نجوم الغناء العراقي والعربي. المطربة اللبنانية أظهرت فرحها بوصولها إلى بغداد متوقعة أن تحاط حفلتها بشغف جمهورها العراقي الذي تحبه ويحبها. عطول عندي هيك حب اني اجي على هالبلد، اجي على بغداد واتلاقى باهل العراق، ثاقبت هلا وشعور كتير حلو. انا كتير سعيده وكتير مبسوطه من جوا، انه بتمنى وبتامل وشبه اكيده رح تكون الحفله حلوه كتير بجمهور يلي رح يكون الليله، وان شاء الله مثل ما سبق وقلت أنه بدنا نولع الجو كلنا سوا إن شاء الله. الليلة الأولى من عيدنا بغدادي يشترك فيها أيضا الفنان العراقي البارز حاتم العراقي الذي وصل مبكرا إلى أرض المهرجان لإنهاء بروفاته النهائية متفائلا بحفل مهم وتفاعل كبير من الجمهور. لو إن شاء الله يا رب راح تكون حفلة مميزة جدا وبوجود هذا الجمهور الحلو، وإن شاء الله دائما العراق فرحانين وبغدادنا فرحانة إن شاء الله. الفنان التونسي الكبير لطفي بوشناق الذي سيكون نجم الليلة الثانية من المهرجان وصل بدوره إلى بغداد التي لم يزرها منذ سنوات طويلة، ولم يخفي مشاعره تجاه العراق الذي يعشقه، مؤكدا إن علامات الاستقرار والأمن قد بانت على البلد، وهو يستضيف النجوم العرب وينظم الحفلات الكبرى. هذا يدل على الاستقرار، استقرار البلد مهم جدا، وأنا ديما نقولها في كل لقاءات متاعي، يعني الثقافة وأهمية الثقافة لتوحيد الشعوب وتبليغ الرسالة وتنميع الصورة وتثبيت الهوية ودعم الاقتصاد كذلك. الفن والثقافة هي الجسر اللي يجمع الشعوب مع بعضها. العمل يتواصل في موقع المهرجان لوضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاق عيدنا بغدادي ليظهر بالحلة الأجمل التي تليق بالعاصمة وجمهورها المتلهف لكل من يدعم الحياة ويصنع الفرح. العيد في بغداد مختلف هذا العام، وهو يجمع نجوم الغناء العربي من تونس إلى بغداد مرورا ببيروت، وهم يضيئون ليالي البغداديين بأغنيات اشتاقت لها مسارح العاصمة. من مطار بغداد الدولي، حيدر البدري، يو تي في.